ما دور الحملات في اختيار الأحزاب؟ وهل الحملات الانتخابية هي المعيار الوحيد الذي يؤثر في النتيجة والذي تتمسك به الأحزاب السياسية؟ يقول بعض الباحثين إن تأثير الحملات على الناخبين منخفض للغاية، أما البعض الآخر فيقولون إن الحملات هي الطريق الوحيد الذي يؤثر على الناخبين المترددين. استخدمت الأحزاب السياسية خلال حملاتها في فترة الانتخابات العامة الدعايات على شاشة التلفزة، لكننا لا نعرف ما هو تأثير تلك الدعايات على الأحزاب حتى الآن. ووفق البحث الذي أجراه عمر جاحة ل3000 شخص في اسطنبول عقب الانتخابات العامة التي تمت بتاريخ 29 آذار لعام 2009، فإن الحملات الانتخابية لها تأثير ملحوظ على الناخبين، حيث تم خلال البحث دراسة الشعارات الانتخابية لدى الأحزاب والملصقات والاجتماعات الحزبية والمواد الترويجية والدعائية التي تم توزيعها على الناس، حتى تأثير أداء الزعماء والمرشحين على الناخبين بشكل مفصل ودقيق. وحسب البحث الذي تم إجراؤه في اسطنبول إثر الانتخابات، فإن نسبة 95% من الناخبين لم يتذكروا أي من شعارات حزب العدالة والتنمية لفترة الانتخابات، كما أن 81% لم يتذكروا شعارات الحزب المعارض حزب الشعب الجمهوري. ومن الممكن القول إن المعتقدات لدى الشعب حول الأحزاب السياسية أكثر تأثيراً على الناخبين من الحملات الانتخابية، ولذلك فإن السياسيين يفضلون مقابلة الناخبين وجهاً لوجه إضافة إلى مقابلتهم الجماهير في ميادين المظاهرات الانتخابية. كما أن الحملات الانتخابية تؤثر على الناخبين المترددين أكثر من الناخبين الذين لديهم الثقة التامة لحزب معين.